الفن ونحكي اليوم على زمني في كل لحظة من حياتي. هكذا يعرف الفنان التشكيلي اللبناني نبيل وهبة عن نفسه، وهو يعرف كيف يستغل كل لحظة من حياته الفنية ليختبر شكلا جديدا من أشكال الفن. صحيح أمين، من الانطباعي إلى التجريدي إلى الرمزي، لوحات ومعارض بتقنيات مختلفة تجسد بكثير من الأناقة، كيف لا، وهذه الأناقة هي عنوان معرضه الأخير الذي سيحدثنا عنه في صباح النور هذا الصباح. فدعونا نرحب في استوديو صباح النور بالفنان التشكيلي اللبناني نبيل وهبة ضمن فقرة أحداث ونشاطات. صباح النور. صباح النور استاذ نبيل. صباح النور لكم ولمشاهدينا الكرام. يعيشك. يعني بدنا تفسير اول شيء واضح وصريح لما بتعرفنا عن حالك وبتقول زمني في كل لحظه من حياتي. نعم. انا بلشت حياتي الفنيه انا وصغير. يعني عشت معي الفن من لما كنت صغير وكبر معي. نعم. مع الوقت. وهيدا يلي بيخليني بيعطيني اندفاع حتى اقدر كفي حياتي وحتى اقدر اقدم لجمهوري اشياء جديده على طول واشياء فرحه واشياء حلوه. نعم. فالزمن يعني هو مرافق للفن يعني. اكيد هو الزمن عندي انا هو مرافق على طول اللي هو لا متناهي، يعني بيعطيني البوش، بيعطيني على طول الاندفاع حتى اكفي انا حياتي بالشكل اللي هو عم بيشتغل عليه. نعم. يعني الزمن هذا أستاذ نبيل وين يخليك أكثر تكون موجود في الانطباعي في التجريدي؟ يعني ما هو أكثر هكا حاجة أو نوع يمكن تكون فيه أو الزمن أثر فيك فيه؟ هو قطعت بمراحل كثيرة بالفن. أنا ابتديت أول معرض كان معرض باقة من التقنيات بأول ما بلشت بالفن، وانطلقت بالتجارب تبعي من مرحلة لمرحلة، يعني قطعت بالكلاسيكي، قطعت بالتجريدي، وقطعت بالرمزي. هالرمزي محل ما لقيت حالي فيه، وعم بحاول أنا هلا أبرزها وأبرز شخصية جديدة لإلي من خلال الأعمال الجديدة اللي عم بعملها. نعم، والأعمال الجديدة اللي أنت عم تعملها بمعرض ألور. وبمعرض أكيد هو سميناه ألور اللي هي انطلاقة. الانطلاقة للأناقة اللي عم بشتغل فيها واللي عم ببرز الأعمال تبعي اللي كنت حاصرها ضمن إطار. نعم. عم بحررها بخليها تنطلق ترجع بشكل جديد. طيب شو بيتضمن هالمعرض ألور؟ هذا المعرض بيتضمن 35 منحوتة من الحديد في أشكال من صغير ووسط وكبير، حتى يكون عم نتقرب أكثر من كل الأشخاص اللي بيحبوا في عالم بتحب اشياء صغيره، في عالم تحب اشياء وسط واشياء كبيره حسب كده الاسواق اللي موجوده. وكل قطعه منها بتحكي قصه. حلو. يعني هذه اول تجربه بالحديد او كانت عندك تجارب قبل؟ لا، هذه اول تجربه. هذه كل الاعمال اللي سابقه اللي هي كانت الرسم على اللوحات هي كانت مراحل تجريبيه. يعني الفنان بيقطع بحياته كلها بتجارب، بيقطع بتجربه، بيجرب شغله، بيجرب غيره، بيجرب غيره، يوصل ليصقل شخصيته، يقدر يعرف يعني يوصل لهويه فنيه خاصه فيه. يعني قبيله شويه قلت لي انه في الرمزيه حبيت انه تخلق حاجة جديدة أو يمكن تخلق مدرسة جديدة بالنسبة للرمزية لنبيل وهبة في مدرسة الرمزية بالنسبة للفن. يعني هذا ليش يمكن اخترت الحديد أو يمكن هو الحاجة اللي أكثر تعطي التاتش متاعك أو لمستك اللي موجودة؟ هي الحديد هو بيقول سهل لي الامر حتى اقدر اطلع بالتجربه تبعي الجديده. يعني شوي انا جربت على الخشب، جربت على الحجر، بس لقيت الحديد اللي هو صلب وبارد حاولت طوعه شوي لينه، يعني التجارب تبعي وصلتني تقدر لين هالحديد، يكون لين على النظر ولين على العين للمشاهد اللي بده يشوف العمل، واعطيه نوع من الشفافيه والاناقه مثل ما بتشوف. يمكن مر عليك كتالوج ولا شيء ما بعرف. ايوه قاعدين نشوفه في الصور. اكيد ليه مبين. اكيد ايه. يعني وحاولت انا اطلع هالعمل من اطاره، بين اربع زوايا، يعني طلعه ثبته على الارض وخليه ينطلق طلوع، خليه ينطلق
لفوق أكثر ويكون عنده هالانشراح هالهوى. نعم يعني أنا يمكن كنت هيك حابة أضيف على سؤاله لأمين لأنه سؤال كان يعني كتير مهم، بس كنت حابة أضيف عليه أنه الفن كتير فيه إحساس وفيه عاطفة، وأنك تتعامل مع حديد وصلب يعني هيك فيه شوية تناقض صح؟ ما هي بدك تنطلقي من محل وتطوعي يعني. نعم. اليوم قديش الإحساس موجود بكل قطعة إذا ملاحظة، الليونة موجودة بكل قطعة، يعني ما في شيء ريجيد، ما في شيء حائط سد بينك وبين القطعة، بتلاقي حالك أنه عم تطلعي بالقطعة وعم تتاخدي فيها. وهيدا كان الهدف تبعي أنه أعمل الديالوج الكوميونيكيشن يعني بين القطعه والمتلقي. نعم. يعني حتى يكون في هالحوار بيناتهم وحتى يقدروا يوصلوا يلاقوا الشخص اللي عم بيطلع فيها لاقي حاله فيها وحس بهالحنين وحس بهالنعوميه اللي موجوده فيها اللي هي بتعطي نوع من الرونق وبتعطي مثل ما عم بتقولي حضرتك انه ريجيد، بس هي بذات الوقت انه الطريقة هي بتخلي الإنسان يشوفها قد شيء شفاف وقد شيء قريب منه، بينسى أنه الواحد يكون في صلابة. في صلابة، الصلابة بتصفي ليونة يعني. نعم. مع المنظر. صحيح، وكما قلت أنت قبيلة معناها الأشكال جدا أحلوة، ولكن لفتت انتباهي في الصور أستاذ نبيل اللي يمكن الأشكال أنه لقيناها كما قلت أنت فيها نوع من الشموخ. نعم. وفيها نوع من الشموخ اللي هو تحسه يدخل لك هواء وانشراح وهذا الكل، ولكن كأنه فما في المعرض لعبة على الإضاءة، هل الإضاءة هي اللي عاطية فكرة مع الشيء هذاك باش يعطينا ظل معين؟ فما اختيار معين معني مزبوط، ما هي أنا شاغل على ثنائية الأبعاد وشاغل على الإضاءة حتى تكون كمان هي شقفة من اللوحة يعني، بس الظل عم بيكون رابال يعني عم بيكون تفكير أيوة يعني شادو تبعه عم بيعطيها أبعاد تانية للقطعة وهذا. نعم. اللي كان مطلوب. صحيح. نعم يعني كمان اللي عم بيطلع على الأشكال اللي عملتها بلاقي إنه في وجود للشيء وضده كمان بالمجسمات، وكأنه يعني كمان أنت هيك عم بتطوع التناقضات بنفس النوع الفني. الحياة كلها تناقضات. نعم. الإنسان هو كله تناقضات بحد ذاته. يعني قديش فينا نحن نبرز هالأشياء بطريقة حلوة بصفي المتلقي عم بيشوف الضوء والعتمة، يعني عم بيشوف السلبي والإيجابي بكل قطعة. نعم. وهون بيصير بتعطيه مجال هو يشوفها أكثر ويندمج فيها أكثر. نعم. عم جارب قد ما فيني وصل الفكرة تكون فيها إحساس يكون فيها شفافية حتى المتلقي هو بيكون كمان شقفة من يعني يحس بالأحاسيس الفنان اللي عم بحطها فيها، وبذات الوقت هو يكون يشارك بالأحاسيس تبعه. صحيح، هو احنا ما كناش موجودين في المعرض ولكن من خلال الصور وصلتنا برشا حاجات. العديد من المعارض الفردية الجماعية والعديد من الأعمال أستاذ نبيل. نعم. إلى حد اليوم قديش تحس روحك راضي على اللي عملته في الفن؟ الحمد لله. الفن هو الحياة، هو حياتي أنا يعني، هو إحساسي يعني بكل قطعة من قطع اللي اشتغلتها إن كان رسم أما أعمال تماثيل هلأ حاليا كل وحدة في إلى روح عندي يعني، أنا حاسس بكل قطعة فيها وكلها كانت مراحل. نعم. كلها مراحل تحضيرية حتى أوصل لهوية خاصة فيي، وهيدا التجارب كلها اللي قطعت ساعدتني حتى أوصل لهالمرحلة. نعم سيد نبيل، يعني حكينا هيك عن اللوحات بشكلها تجريدي ربما وحتى عن المجسمات اللي عملتها، ولكن لكل مجسم قصة ربما قطعت فيها، وانت عم تحكي عن انه الزمن قديه كان مواكب للفنون بحياتك، شو هي المواضيع اللي أكثر اللي بتجذب انتباهك وبتحب انك انت دايما تعبر عنها بلوحاتك او ربما بالمجسمات اللي بتعملها، شو الشيء اللي كتير بيأثر فيك؟ هي الرمزية أكثر شيء، خصوصا المعرض الألور هو حكي عن المرأة وعن البحر أكثر شيء. هي المرأة هي يعني والبحر هن مواضيع يعني موضوع دسم يعني الإنسان فيه يشتغل عليه يعني ويطلع منه رموز ويطلع منه مناظر وأشياء حلوة تقرب للعالم. مبدئيا هيدا هو الحالة اللي انا موجود فيها. نعم
نعم. حلو، يعني حالة بين المرأة والبحر في فلسفة كبيرة أستاذ نبيل. فيها غموض، فيها غموض وأبعاد وبدون حدود كل بحر. بلا حدود، بلا حدود. حاليا معرض أليور إن شاء الله إحنا أكيد نتمنى إنه دائما تكون معنا، ولكن نحب نعرفه ماذا بعد أليور إن شاء الله. هيدي أول خطوة بالنحت. أكيد رح يكون في معارض متلاحقة بعدين رح تلحقها، ورح يكون في نوع من الإيفولوشن، يعني تطوير يعني شوي للأشياء اللي موجودة. أنا أول خطوة الحمد لله أنه لقيت استحسان من أهل الفن ومن الأشخاص اللي زاروا المعرض محبي الفن. الحمد لله يعني أنه نجحت بهالخطوة اللي كانت بالنسبة لي أنا تحدي، انه انطلق دغري من الرسم واللوحات الفنيه لاستعمل هالميديا الجديد اللي عم نشتغل عليها الحديد. وان شاء الله انه بالقريب العاجل يكون في شيء كمان جديد وتحدي جديد. ان شاء الله دائما موفق في كل التحديات، واحنا اكيد التوفيق، لانه يعني هيك هاي الجهود دائما لازم تقدر عنا بالإعلام وخارج الإعلام أيضا. وأكيد أهلا وسهلا فيك ومرحبا بيك كل مرة معنا إن شاء الله، كل ما يكون فما عمل فني أكيد تكون ضيفنا ونحكي عليه بأكثر التفاصيل. الفنان التشكيلي اللبناني نبيل وهبة، شكرا لك على حضورك. أنا بشكركم، بشكر استضافكم لنا، ومتأمل كمان تشريفكم على المعرض حتى تشوفوا كمان هالجو، الجو تعيشوا معي هالفرحة اللي هي ان شاء الله. اكيد ان شاء الله، ان شاء الله يعني رح نحاول موجودين. انا وامين نكون موجودين. اهلا وسهلا فيكم. شكرا لك، وان شاء الله الى لقاءات مقبله معك ان شاء الله.